نشر الفنان تامر حسني عدة صور له مع أصدقائه خلال أدائه مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه على تويتر. وكتب تامر حسني: امبارح ربنا كرمني وعملت عمرة مع أصدقاء عمري، وبجد من جوه قلبي دعيت لكم كتير دعاء الأهل، لأنكم فعلا أهلي وأصحابي وعشرة عمري، وده بقى ربنا يحقق لكم كل أمانيكم وتوصلوا لكل أحلامكم، وربنا يتقبل دعايا ليكم كلكم انتوا وكل الناس يا رب، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. يذكر أن استمر الفنان تامر حسني في تقديم الدعم للمواهب الجديدة، وشارك منشور جديد عبر حسابه على انستجرام، وكتب: أنا شايف أن أغنية وانت بعيد عليا تحديات كبيرة من مواهب وأصوات موهوبة في كل أنحاء الوطن العربي، هعتبرها أغنية تحديات الغناء لأنها فعلا بتبين طبقة الصوت من أوطى طبقة لأعلى طبقة، والأهم الإحساس مع توظيف الغرب في العالي والواطي. استمروا، أنا مبهور بيكم ومتابعكم كويس جدا.